هو إذاعة تطاوين الليلة يأخذنا إلى بلاد الفراعنة، إلى مصر الحبيبة، مع صوت مميز يمتلك خامة صوتية رهيبة جدا نجمنا الليلة، إضافة إلى الكاريزما، إضافة إلى طلته أيضا لحلوة على المسرح، إضافة إلى اجتهاد وتقديم عديد الأعمال، حب الجمهور من خلال الأغاني اللي قدمها، من خلال أيضا إحساسه العالي في الأداء. الليلة خلينا نسلط الضوء على نجمنا وفناننا الليلة أحمد سعد اللي معانا مباشرة في لمع الأفام. أحمد، مساء النور، مرحبا بك. مساء النور حبيبي، وأنا مبسوط جدا جدا إن أنا معاك النهاردة في برنامج جميل زي البرنامج بتاعك، اللي هو الشباك الجميل والإطلالة الجميلة بتاعتك والكلام الجميل اللي انت بتقوله. طبعا يعني بمسي على كل مستمعينا وبقول لهم إن احنا إن تونس بالنسبة لنا بالنسبة لي أنا كمان حاجة يعني فوق الوصف وفوق الخيال، لان اهتمامي بيها بتونس، لاني بجد انا ببقى مبسوط جدا 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 وانا اي حد من تونس بيسمعني او بيسمع اغانيه، لان بجد 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 الجمهور التونسي محتفظ بالسماع اللي بجد، ولسه يعني هم انا من اكتر الجمهور العربي اللي بجد سميع سميع سميع. فانا مبسوط جدا 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 ان انا معاك وعلى 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 قناه تطاوين ومع كل الجمهور التونسي. الله يخليك يا اخي، انا مش قد المصريين راه في الكلام راه. حبيب قلبي، احنا نحكي كيف كيف قد قد. عايشك، الله يخليك. انا طبعا من خلالك انت تحيه للشعب المصري، تحيه لاهل الفن الكل، لانه نعرف ايضا الابداعات والعمالقه والانطلاقات الكبيره عربيا هي كلها كانت من مصر، لانك تشرب في ماء النيل. حبيبي يا مش مزيد غريبه، والله. مش غريب. حبيبي قلبي، شو رايك؟ انا لو انا اللي لما جيت تونس كنت لسه في رحله قريب لتونس، عرفت ليه انتوا ناس ذواقه، يعني من كتر يعني المكان، المناظر بديعه جدا والحياه رايقه وجميله. انا عن نفسي حسيت بكده، مش عارف انتوا بقى حاسين كده ولا لا، بس انا عن نفسي حسيت يا ان عيسى البلد دي يتعامل فيها اي حاجه ليها علاقه بالخيال وليها علاقه بالابداع. به تعالى اعمل لنا فيديو كليب في تونس ده، وانا طول ده انا ده انا طبعا ده انا لازم اعمل كده، لان تونس معروفه، تونس الخضره، تونس البديعه. يعيشك يا أحمد. احنا طبعا كبداية الليلة لقائنا على موجة إذاعة تطاوين، أنا بس نبدأها بشوية هيك بعض الأراء. خلي ناخذ الرأي الأولاني مباشرة من السعودية، مع أيضا الموسيقي وصاحب طبعا أكبر استوديو اللي هو حاليا موجود طبعا بالسعودية. شو ممكن يحكي على أحمد سعد مباشرة من هناك ورأيه بطبيعة يهمنا؟ أحمد سعد فنان صاحب صوت جميل جدا جدا، من أندر الأصوات في الوطن العربي، وصاحب حضور وكاريزما، لكن للأسف لم يستثمر عربيا وخليجيا. يعني كنا نتمنى نسمع أغنية خليجية بصوت أحمد سعد، نتمنى نشوفه في السوق الخليجي، لكن يمكن ما حصلت الفرصة. وشهادتي فيه مجروحة، هو ما شاء الله عنده سلالم غريبة في الصوت وعنده إحساس وصدق. يعني أغلب الفنانين أخوي مجيد في الوقت الحالي تحسه كذاب، ما تصدق إحساسه، لكن ما شاء الله أحمد سعد إحساسه صادق وحضوره جميل، ونتمنى نسمع له شيء خليجي. هذا الأستاذ يحيى، ماذا يقول أحمد سعد؟ طبعا يعني هو أستاذ كبير جدا جدا جدا، وده يشرفني ويسعدني، يسعدني ويشرفني إن هو يقول علي الكلام ده. طبعا الأغنية الخليجية أغنية يعني حاجة ليها ناس، وليها ناسها وليها أهلها وليها مخارج ألفاظ وليها. أنا بصراحة طبعا هعمل كده لان ده شيء يشرفني ويسعدني طبعا. انا حاسه كانك تحب تعترف. حبيب قلبي والله. بص انا بقول الصراحه، انا بس مستني الفرصه اللي تكون الواحد يقدم اللون الخليجي على الشكل اللي فيه اللي متربي عليه على تاني للاغنيه الخليجي. نعم. لان الاغنيه الخليجي الحديثه، طبعا في اغاني حديثه كتير قوي خليجي حلوه، بس الاغاني الخليجي
القديمه والاغاني محمد عبده اللي اتربيت عليها في الخليج محتاجه فعلا صوت، لان هم ناس برضو ذواقين جدا جدا الاغنيه لسه، والكلمه الكلمه عندهم طبعا انت عارف العرب يعني اهل الكلمه، فالكلمه عندهم مهمه جدا. فانا لسه ما جاتش الفرصه ان اعمل حاجه مناسبه لتقل الخليج جوايا، بس ان شاء الله قريب جدا هعمل كده. إن شاء الله بإذن الله. خلينا الليلة غناء لايف، الأغاني كلها موجودة عندنا، شو نسمع الليلة ومستمعي إذاعة تطاوين بما سيجود به أحمد سعد؟ طيب تحب تسمع ايه؟ انت قول لي انا والله على معاك. ذوقك، أنا تمنيت تحب نسمع مثال النهاردة زي بكرة، ولا تحب نسمع مثال على وضعك مثال، وإلا نقول لسمع به يلا. تحب نقول، اقول لك انا، نقول سألت نفسي كتير ما جيد. رسيتش يوم على بر. لي 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 سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ مليان عيوب ولا خالي من الذنوب، ولا مليان عيوب ولا خالي من الذنوب، ولا ايه؟ ولا انا جوايا ومشتري الاتنين في بعض، الاتنين في بعض، وخمسمية حاجة وملهمش دعوة ببعض، دعوة ببعض. الله الله يسلم هالصوت حبيب قلبي، تسلم تسلم. يعيشك أحمد. بس نرجع شوية أيضا للبدايات وكيفاش كانت، لأنه الفن يعني مجال شاسع، ودائما في بداية الطريق إذا ما كانش فما دعم تحس الواحد يعني كأنه بخطوات متعثرة. هل هناك من وقف إلى جانبك ودعمك وسندك هكا، وكان السند الصحيح بالنسبة لأحمد سعد؟ هقول لحضرتك على حاجة. هو أنا في كل مراحل، في كل مرحلة في الحياة بيكون عندك داعم، يعني بيكون عندك داعم هو مناسب جدا للمرحلة دي وبيطلعك لمرحلة تانية. أنا في بداية حياتي خالص كان والدي كان بيحفظنا القرآن، وكان بنتعلم الابتهالات الدينية، وكانت الابتهالات الدينية عندنا صعبة جدا جدا في طريقة غناها. كنا بنقعد نغنيها ونقعد، وبعد كده الموضوع ابتدى يتطور معايا جدا لحد ما انا ابتديت اسمع بقى ام كلثوم، بس اغاني بقى لام كلثوم اللي هي القديمه جدا لام كلثوم. في اغاني لام كلثوم ومواويل لام كلثوم وعبد الوهاب يعني تعتبر تمارين، يعني هي يعني مثلا في موال لعبد الوهاب اسمه اللي انكتب على الجبين، في موال لام كلثوم اسمه برضاك يا خالقي. الموالين دول اللي المطرب اللي يغنيهم على مدار الاسبوع يعني كانه عمل تمارين فوكاليز. هي دي كانت كنت بعمل بيهم تمارين. ابتديت بعد كده اتعلم اكتر لام كلثوم وعلى اكتر عبد الوهاب، وطبعا مع حفظ الالقاب يعني، وكل المطربين، وحتى بحب امينه فاخر جدا، وبحب مع حفظ الالقاب طبعا. وابتديت بعد كده اخش بقى معهد الموسيقى العربيه. دخلت معهد الموسيقى العربيه، دخلت فرقه ام كلثوم، دخلت فرقه الموسيقى العربيه،
بعد كده ابتديت عايز اغني بقى، عايز اطلع للنور، يعني يبقى ليا شكل. انا كنت زمان كنت بقى بحب دايما اسمع كل انواع الموسيقى، يعني اسمع الهندي والاسباني والتركي كل الحاجات دي. لدرجه بعد كده انا بقى حبيت انا يبقى عندي شكل واغني انا، بس الموضوع الاول ما جاش معايا كغنى الاول، يعني كان صعب جدا جدا، لاني كمان ما كانش ليا حد في الوسط قوي وما كنتش عارف ازاي اوصل. فابتديت الحن، اعمل الحان. كنت بعمل الاول شخصيات، عشان انا بسمع اسباني وهندي وتركي والحاجات وكل انواع الموسيقى، كنت بسمع بعمل شخصيات. يعني مثلا كان في اغنيه لراغب علامه اسمها سيد الغاليين حبيبي، انا كنت بقول سيد الغاليين حبيبي، اعمل الشخصيات اللي هي الراي، أيوة. اعمل الشخصيات المايله له وقلبي قالها له، اعمل الشخصيات كاني شخص راي أيوة. ماشي، اغني مع المطربين التانيين بشخصيات تانية. هندي مثلا، اعمل شخصيه هندي مثلا. يعني انا اول ما لحنت طبليه، طبليه للفنان راغب علام، عملت فيه انا اللي كنت عامل في الاول كنت بعمل ما شاء شخصيات هندي الله ما وشخصيات شاء الله. شخصيات تركي وشخصيات، يعني دي بس شغلانتي. وكنت بمرن الاصوات، بمرن الاصوات عشان ايه اللي داخل ياخد تكات الغنى. عملت بقى بعد مش كده، ما جاتش معايا موضوع الغنى، ابتديت الحن. عملت طبليه لراغب علامه، عملت لاصاله اغنيه اسمها مالي، عملت للفنانه ديانا حداد عملت لها اغنيه اسمها زي السكر. والحمد لله اول ما نجحوا الحاجات دي قوي، ابتديت بقى بعد كده اغني وعملت اشكي لمين. حتى كان اشكي لمين اول اغنيه عملتها كانت اشكي لمين، كانت فيها زي الراي كده اللي هي بعت الغرام بعته اوام، وانا اللي فكرك ليا دوام، وانا اللي فكرك ليا دوام. ايوه يعني حاسس ان هي فيها طريقه راي كده شويه. اي هي مايله يعني، حتى اللي يسمع يعرف يعني مباشره. بالظبط بالظبط، حتى كان كل الناس جميل. يعني ايه اللي كانت بتسمع كانت بتحس انها فيها جو اندلسي شويه. يعني بقى في كل المراحل اللي انا حكيت لحضرتك عليهم دول، بتلاقي بقى ناس بتقف معاك، ناس تساعدك، ناس تتعلم منها، غير الناس اللي انت بتتعلم منها من القديم، غير انك انت بقى الواحد طبعا يعني مثلا 7 سنين في معهد الموسيقى العربيه، يعني لوحدهم ما يعملوش موسيقى قد ما البني ادم لازم هو يكون ملم. انا كنت بقعد اجيب الاحاديث بتاعت ام كلثوم اللي هي اللي عملتها، بقعد اجيب مش بس الاغاني، بقعد اجيب عبد الحليم مثلا وكان بيقول ايه، كان في الانترفيوهات بيقول ايه، عشان اشوف الناس دي ازاي وصلوا لان هم يبقوا ناس عظيمه. كنت بلاقي ان الناس دي لما كانت بتهم كان عندهم الامكانيات اللي تخليهم عظماء زائد الشخصيه. نعم. فهو ده كان اللي بيخلي، اللي قصدي اقوله لك من الكلام، ان البني ادم لازم هو نفسه يكون هو حابب الحاجه، فيقعد يدور، يقعد يفتش. فانا كنت في كل المراحل دي، في اول الحياه كنت بقعد افتش على المغنيين، كانوا مسميني في المعهد موسوعه الغنى، لاني نعم. بقعد اجيب من اول تاريخ المزيكا، من اول ما بدات لحد اخر حاجه في الموسيقى، دايما انا اقعد اسمع من اول منين، ازاي الموسيقى ابتدت اصلا. فهم فانا بقول لك يعني في كل المراحل دي كنت بلاقي ناس كتير جدا جدا بتدعمني وتساعدني. نعم، لكن هل إنه أحيانا تشعر بالضياع ما بين التلحين ما بين الغناء، وإلا الأمور جيدة بيناتهم؟ بص هقول لك حاجه، هو انا يعني ايه ما بشتغلش ملحن. يعني ايه ما بشتغلش ملحن؟ يعني لا، الالحان بالنسبه لي مش شغلانه. الالحان بالنسبه لي دي حاجه بتحصل كده في يعني لما يكون الواحد عنده روحانياته عاليه كده وبيعمل لحن، فبيعمله ومش بس مش بيطلب مني لحن فانا اجيب ورقه وقلم مثلا واقعد، لا. حتى الفنانه سميره سعيد كانت تكلمني تقول لي عندك الحان؟ اقول لها ما عنديش، يعني بفضل شاكر برضو عملت له حاجات. عمل يعني قصدي اقول لك اني مش بشتغل ملحن، انما الاساسي بالنسبه لي هو الغنى، هو اهم حاجه بالنسبه لي، هو حياه احمد سعد المغني، هو دي اللي مهمه جدا. وعندي كام لحن كده بعملهم بس على خفيف. يعني جيد. هل انه تعتبر احمد سعد اخذ فرصته والا مازال؟
والله بص، يعني بالنسبة لأحلامي بتمنى إيه لنفسي، هو الواحد ما خدش يعني اللي هو اللي بيتمناه، ولكن بالنسبة لحب الناس فأنا عندي، كنت بقول دايما كلمة، أقول لك لو عندك 5 بيحبوك أحسن من 50,000 يعرفوك، فاهم قصدي؟ طبعا طبعا يعرفوك بس مش مهم، إنما 5 يحبوك قوي ده مهم قوي. بالنسبة لحب الناس دي حاجة بالنسبة لي يعني مهمة قوي، يعني الفرد لو فرد بيحبك بيقول لك انا بحبك، دي حاجه بالنسبه لي قد ايه هي غاليه. فدي فعلى قد حجم الناس اللي بيحبك ايا كان ايه حجمهم، بس في ناس بتحبك بجد وبتقول لك احنا بجد بنحبك، فده يعني بالنسبه لي اكتر من حقي كمان. جيد، هذا كلام حلو وما عليه غبار كما يقال. حبيب ذي قلبي بس نرجع بك شوية، طبعا بالحلال يا معلم، من مسلسل الحلال اللي كان رمضان 2017، حتى نرجعوهم شوية ذكريات. والصوت الحلو لأحمد سعد اللي لا في لما على الأفام. اكسكلوسيف عبر الراديو تطاوين مجيد حداد في لما على الأفام مع المع نجوم العالم العربي. هذا هو نجمنا الليلة أحمد سعد، يعني ما شاء الله على الباور اللي عندك، الباور قوي. حبيبي أي جميل هذايا. فما أيضا معلومة أنا وصلتني أنك فما شكون اللي عرضوا عليك ديوهات، لكن أنت كأنك ركنتها جنبا أو غضيت عليها النظر، هذه الديوهات. والله بص، هو يعني انا يعني موضوع الديو ده انا بحبه جدا جدا يعني، بس كل حاجه ان شاء الله يعني بتهديه في وقتها، يعني كل حاجه بتبقى في وقتها. يعني احنا كنا بنعمل المسلسل بتاع بالحلال، فجت ان احنا نعمل دويتو علشان هي بطلة الحلال سمية، فاحنا نعم عملنا الدويتو. انما في ان شاء الله يعني دويتوهات جايه ان شاء الله كتير باذن الله، انما انا يعني اي تو انت الحاجه ذكرت الحلوه يعني واكدت انه فما ديوهات برشا الفتره الجايه، على هذا انه فما شكون اللي عرضوا عليك ديو، لكن كانه الفكره ماهيش مستحبه من عندك، والا لم ترضي غرورك هذه العروض. لا حبيبي، اقول لك على حاجه، انا طبعا يعني الناس اللي عرضت عليا ان احنا نعمل دوتوهات ناس عظيمه جدا جدا، هي كانت متوقفه على العمل. يعني انا واصاله اتفقنا كتير جدا جدا ان احنا نعمل ديو، واصاله كمان من الناس اللي انا بموت فيها وبحبها، لانها بجد قد ايه هي دعمتني، وشخصيه بجد فعلا يعني شخصيه جميله جدا جدا. احنا كمان وقفنا قررنا القرار، بس وقفنا على ان احنا نلاقي عمل يكون مناسب في طريقه الكلام واللحن نفسه. كمان انا والفنان احمد شيبه لسه من حوالي 5 6 ايام نعم. كلمني قال لي نعمل دويتو مع بعض، قلت له طبعا يا ريت يا حبيب قلبي، انا موجود فيه كنت حبيب قلبي ويلا بينا. فاحنا كمان مستنيين الاغنيه، ما لو ما احنا لو احنا قررنا ان احنا نعمل دويتو، لو ما فيش اغنيه حلوه مش اكيد مش هنعمله. ان لو حد ولو ناس مش مقررين والاغنيه كانت حلوه هيعمله، فاهم قصدي؟ فالعمل هو اللي بيحكم الظروف. جيد، أقنعتني هذه. حبيبي أي صالة يعني وانت هذه صعب تقتنع على فكرة. والله بين هذه سكوب الأولاني من عند نجم الليلة أحمد سعد، ومازالوا برشا سكوبات إن شاء الله فيما تبقى من الوقت. أيضا مش نحكيه على جديد شنو تحضر الفترة هذه. دائما أنت ما تحبش تصرح على تحضيراتك، حسيناك الفترة هذه كأنك هكا بعيدة شوية، فما حاجة تحضر لها؟ بالظبط كده. انا في بصراحه الايام الجايه دي، انا طبعا انا يعني لو اي حاجه مش بحب احكيها معاك انت احب احكيها، شكرا. فيعني ده موضوع لوحده يعني. طبعا وبالذات للجمهور التونسي كمان، لان انا يسعدني ان هم يكونوا عارفين اخباري دايما يعني. عايشك يا احمد. حبيبي بص، انا خلصت حوالي 5 6 اغاني، فاضل لي 4 اغاني ان شاء الله وانزل، وباذن الله يعني اول ما يجهز هنكون في بينا مكالمه طبعا، ونكون او نكون او اكون معاك على طول نتشرف ان شاء الله، نتشرف باذن الله يعني، ونصرح على كل الاغاني واسمائها وكل حاجه. تنزيل هذا الألبوم سيكون قبل رأس السنة أو مع بداية السنة الجديدة؟ لا هقول لك، هو بعد بداية السنة الجديدة، لأن أنا في رأس السنة إن شاء الله هنزل أغنية سنجل. واضح، هذه الثاني أسكو. صورتها في فيينا. صورتها في فيينا مؤخرا في النمسا. أيوه بالظبط. نعم ان شاء الله. هو شوف، حتى نكون نعطي لكل ذي حق حقه احمد، يعني كل اغنيه كل سنجل انت تنزله فما ما شاء الله عدد الفيوز، هذه حاجه النجاح الكبير لاي اغنيه. هذه وراه سر
السر يعني في الكلمات، السر في الأداء، سر أيضا الأستاذ يحيى يذكر منذ قليل الإحساس العالي لأحمد سعد. أيضا ما ننسوش أنك عندك شركة وراك، صحيح ولا لا؟ صحيح. بص، هو أنا يعني طبعا يعني هو السر في النجاح هو الناس، هو الواحد. أنا بقى دايما أقول كلمة، لما الشاعر والملحن والموزع والمطرب يصدقوا الاغنيه لازم الناس تصدقها، لان اللي بيطلع من القلب بيخش القلب على طول. فانا عن نفسي ما بمثلش، يعني زي ما الاستاذ يحيى تفضل مشكورا، يعني هو كان بيقول عليا كده، طبعا دي شهاده ليا انا بعتز بيها، بس انا زي ما هو قال باخد من كلامه، يعني انا فعلا ما بمثلش، انا بعيش الحاله اللي موجوده. يعني الاغاني اللي بغنيها لما بغمض عيني بشوف حالتي، بشوف نفسي، فالناس لازم تشوف نفسها، يعني عارف اللي بيطلع من القلب هو اللي بيخش القلب على طول، فهو ده الاكيد الاساسي طبعا. والناس يعني احنا يعني الناس كمان بتحب تقدر تميز ده كويس قوي، ويعني والحمد لله رب العالمين، يعني التوفيق من عند ربنا. نعم. هل انه في بعض الاحيان اخطات ممكن الاختيار؟ احيانا الفنان يغني غنايه او تتعرض عليها غنايه يقبلها، بعد ما يقدمها وبعد ما ينزلها يكون عنده راي اخر، هل انه جاتك الحاله هذه ولا بعيده؟ هقول لك حاجه، انا بالعكس، يعني ممكن يكون بالعكس. انا كان في مثلا اغنيه بحبك يا صاحبي، مثلا اغنيه بحبك يا صاحبي، انا لما كنتش عايز اقدم الشكل، يعني اللون ده ما كنتش عايز اقدمه، كنتش عايز اقدم الشعبي، الشكل الشعبي. فبس انا لما قدمته، يعني انا مش عايز اقدمه عشان اي حاجه عاليه او اساءه ليه، بالعكس اللون الشعبي ده هو الاساس بتاعنا وهو حياتنا، يعني انما انا كنت عايز يعني كنت راسم لنفسي شكل تاني. نعم. بس انا قررت انزله عشان هو الناس، انا نفسي اعمل اللي الناس بتحبه، فاهم؟ بس اعمله بشكل في برضه طرب وفي كلمه كويسه، وفي وهي كانت رساله حب، بس انا كنت خايف منه. بعد ما نزلت الغنوه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني معدي 60 مليون دلوقتي فيو، والناس يعني قد ايه عجبتها عشان كانت رساله حب، وانا بعد كده بقى عرفت ان انا لا كان لازم اعملها. زيد، يعني بيبقى في حاجات مخاوف قبل الغنوه بعد كده بتتعدل بعد الغنوة. انت معنا امور عكسيه به هذه زيده. اي ممكن انت تبحث عن الانفراد. طبعا بالظبط، ده حقيقي. اصلا عايز اقول لك حاجه، مفيش حد الناس بتحبه وبتجتمع عليه الا اذا كان عنده شكل خاص، يعني مش شرط يكون عندك قوه صوت، مش شرط يكون عندك اجمل شكل. ما هو انت مش شرط تحكي يكون عندك ليه صوت أجمل... شوف احمد، انت تحكي هيك لانه صوتك قوي، مش شرط انه صحيح. حبيب قلبي ربنا يخليك، دي شهاده ليا يا حبيبي ربنا. لا والله بصدق، يعني انا نسمع، واليوم يعني خاصه اليوم خصصت وقت وانا نسمع في الاغاني ونعاود نسمع ونعاود. حبيب قلبي، قوه الصوت ما شاء الله فعلا. حبيب قلبي والله ربنا يخليك، دي شهاده ليا وكثر خير. اما ليه انت معناه انت باش تزعزع وبتزلزل اللي بيغني معك ديو؟ فعلى هذيك حبيب قلبي والله، فعلى هذيك ودنك الحلوه بس تعيش حبيبي. انا بقول لك لما بيجتمعوا كل الحاجات مع بعض بيعملوا شكل، يعني كل يعني يكون عندك نسبه من هنا ونسبه من هنا بيعملوا شكل، هو ده اللي الناس بتحبه. الناس بتحب اي حاجه ليها شكل، ما بتحبش المسخ، يعني ان يكون حد شبه حد. اي به احمد سعد من شنو يخاف تحديدا؟ يعني اخاف على صوتي راس المال. انت عارف ان انا كل يوم كل يوم بصحى من النوم، اول ما اصحى من النوم اروح قايل او الحمد لله معايا. اي لا ان شاء الله، ان شاء الله ما يخيبك صوتك بطبيعه. شوف عجبتني من شويه وقت اللي تحدثت على التمارين الفوكاليز، لانها ضروريه جدا للفنان. التمارين هذه حتى تعطي، لان الصوت يتطور، مش الصوت كما البدايه، كما بعد فتره، كما فتره اخرى متقدمه، ديما بحاجه الى التمارين بدون توقف. هذه حاجه. الحاجه الثانيه ايضا، الفنانين نشوفهم ايضا مهوسين ب هكا، عندهم طقوسهم وتقاليدهم الخاصه، نحسك هكا يعني قريب الى الناس، عادي عايش حياتك عاديه رغم الشهره ورغم النجوميه. ده بص، ده هو ده اللي انت قلته، ده يعني ده هي دي نقطه حياتي. انا من الناس، يعني انا اصلا طالع من وسط الناس، وانا
بعايش للناس وبالناس. يعني انا قصدي اقول لك انا ما عنديش حاجه ما بعملهاش. يعني يمكن الجزء اللي انت فيه حاجات كمان جزئيات ما تعرفش عني انا بعملها على مدار اليوم. يعني انا ببقى مبسوط جدا جدا مثلا جدا، لان في حاجات، اعطينا في حاجات مثال. يعني مثلا انا بصحى الصبح، انا بحب قوي اكل من على عربيه الفول، ايوه مش عارف انت تعرفها ولا لا. طبعا طبعا، نشوفوا فيها في ده عندنا المسلسلات في مصر اكيد. ده شيء اساسي. اي طبعا طبعا، هي محققه نسبه وفيات كتير قوي عربيات الفول، بعيد الشر. بس انا بحبها جدا جدا، لان اتربيت على كده. انا من اهلي، اتربيت من اسره بسيطه جدا، نعم وناس يعني من وسط زي ناس كتير قوي في مصر. فانا بحب قوي اعيش زي الناس. فالناس كمان لما بتحس انك انت قريب منهم، الجاب ما بيوسعش بينك وبين الناس، بيصدقوك وبيحسوا انك منهم وبيحسوا انك صوتهم. فده ده 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 انا سعيد اكتر من ناس كتير قوي، لان وسط الناس كل يوم ببقى معاهم وبشوفهم وبيقولوا لي كمان رايهم، وبيحسوا ان انا منهم وهم منهم. فكل يوم بشوف نجاحي مع الناس. نعم، به النجاح حلو، المنافسة حلوة، طبعا لكن طبعا المنافسة وقت اللي تتقوى وتولي وراها يعني حرب، لهنا الواحد يبقى يفكر بينه وبين نفسه. صحيح، لان المنافسه الشريفه. أي يعني انا بسمع اغاني كتير قوي قوي قوي، بحبها جدا جدا بحبها، بس برجع اقول ان لولا المطرب اللي غناها، ده هو اللي غناها، ما كنتش حبيتها. أي يعني لكن فاهم يا قصدي؟ أحمد يعني به أي لكن فم أيضا منعرج آخر، هناك من هو مغتاظ منك فنيا من أهل الفن. والله بص، انا ما عنديش حد يعني يكون شخصيا متضايق مني، او انما ممكن أي يعني لكن فن من يعني نجاحك، فنيا نحكي من نجاحك أنا. فنيا فنيا انت اكيد اكيد. بص، النجاح بيصحبه غيره، بس بيصحبه غيره، في غيره شريفه. يعني في غيره، انا لما بلاقي حد طلع عليا بغير، بس بغير ايه؟ مش بتمنى ان هو ما يكونش في اللي هو فيه، لا، انا فرحان باللي هو فيه، بس اتمنى اكون انا عالي. فاهم قصدي؟ والله يعني ده يعني كانت يعني شيرين الفنانه شيرين صاحبتي جدا وعشره عمري، ويعني احنا مع بعض جدا. كانت بتقول لي كلمه انا يعني عرفتها بعد كده. يعني هي بتقول لي طول ما انت عندك منافسين وبتنافس، اعرف انك انت ناجح. طبعا لما بتنافس، اي اعرف انك انت مش ناجح. 100% ولا يعني دي جدال حاجة في هذا، جميلة. لا بس المنافسة الشريفة، يعني مش 100%. الحقد. لا 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 لا، إن شاء الله إن شاء الله بعيد علينا الحقد يا ربنا ما سيدي. يجيب حقد. يا رب، أمين يا رب العالمين. آمين إيه يا نعم، رب. اللون الشعبي حاليا يكتسح السوق العربية الفنية، وهو اللي ضارب، هو اللي عامل زاد فيوز برشا، هو اللي في المقدمة. حتى نكون واضحين توا، مثال تقارن الطرب ولا تقارن الأغنية الرومانسية بالأغنية الشعبية، فما نسبة قبول تختلف عند ده حقيقي. الجمهور. اللون هذا يستهويك، لكن يستهويك وكأنك متخوف شوية، هل أنا دارس موسيقى، أنا عندي لوني الخاص، أنا كذا، صحيح. كأنك يعني تاخذ وتعطي، يعني أوكي حطني في اللون الشعبي لكن ما نكثرش. صحيح، برافو عليك. ده كلام مظبوط جدا جدا. يعني هقول لحضرتك حاجه، هو احنا عندنا دلوقتي بقى عندنا مشكله، ان احنا ما بقاش عندنا تصنيف جامد قوي زي زمان. يعني زمان كان تلاقي مثلا ام كلثوم بتغني اغاني تحس انها شعبي، وبتغني قصيده، وبتغني اغنيه بسيطه، وبتغني اغنيه كبيره بس. وكان في تصنيفات كتير قوي مطرب بيغنيها. دلوقتي احنا ما عندناش يعني تصنيف قوي، عندنا اللي الناس بتحبه بنعمله. بس احنا عندنا بقى ايه، كل واحد ممكن يعمل غنوه، يعني تبقى اغنيه ناجحه جدا جدا. يعني تعمل اغنيه شعبي ناجحه جدا جدا، انما ما تتصنفش في الشعبي. يعني انا قصدي اقول لك ايه، قصدي اقول لك ان انا عايز اعمل شكل شعبي، عايز اعمل شكل اغنيه شعبي بس بالشكل الطربي. لان الاغنيه بقى في دلوقتي مثلا اغاني شعبي تبقى مش اغاني شعبي، يعني اغاني مونولوجات، حاجات تكون فيها اسفاف بقوا يسموها شعبي. نعم فاهم قصدي؟ فبقى في ناس، يعني زمان زمان كان ايه، كان ام كلثوم بتغني وشكوكو بيغني، بس ده كان بيقول عليه مطرب، وده كان بيقول عليه مونولوجيست. دلوقتي احنا عندنا لا، كله بقى مطرب،
كله بقى مطرب شعبي. هذا هو. فبقى في فبقيت يعني ده يا جماعه ده ما بيغنيش شعبي، ده بيضحك يعني، ده بيعمل اغنيه تضحك فن، انا مش ضدها بس مش مطرب شعبي. فبقى الواحد بيخاف من كلمه مطرب شعبي، لان في ناس كتير بتقال عليها مطرب شعبي ما يستحقوش اللفظ ده. نعم. فانا اروح يعني اعمل الشكل الشعبي بس احط فيه التاتش الطربي، احط فيه اللي هو اصلا موجود. انت تحب حاجه مطوره، حاجه تكون حاجه تعيش، حاجه تعيش، مش انها تكون معناها جاهزه تنجح الفتره هذه وبعدها تمر مرور الكرام. تحب اغنيه تعيش هيك ولا لا؟ هذا اللي فهمت. خلينا نرجع معك لللايف سنو، ممكن تقترح علينا حاجه بما انك هيك حسيتك ميال شويه للطرب. يلا تحب تسمع حاجة طربي ولا حاجة هيك رومانسية طربية على ذوقك سيدي الليلة؟ نقول طربية ماشي. يلا. ويا ناس وخبريني يا ابوي علي غربنا مين واللي دوبنا مين عنك طول السنين يا ابويا عنك طول السنين حنين 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 انا دايب فيك حنين انا دايب فيك حنين حنين انا دايب فيك حنين انا دايب فيك حنين والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين شايلك فين عيني عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة يا عيني وحنين المحرومين أهيانا من حالي. الله 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 على هالصوت هذي الليلة ما شاء الله. حنين لتونس والله وحنين زاد المصر الحبيبة. يعطيك الصحة وفعلا الليلة أبدعت، هو كلقاء أول يجمعنا الليلة في لما على الأفهام. حاولت أنه فما برشا أسئلة لكن حتى نكون صادق معاك ووفي معاك على التوقيت لأني نعرف عندك حفلة وعملنا هيك بروفة هيك قبل الحفلة جميلة تمرين. حبيبي انا بجد انت بجد ما شاء الله عليك، يعني بتقول الاسئله للواحد اللي جوه الواحد اللي بيعبر بيها عن نفسه فعلا. عايزك. اسئله ذكيه واسئله محترمه جدا. شكرا. وانا اتبسطت جدا جدا معاك ان انا كنت معاك النهارده، وكمان من 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 نافذتك في قناتك في تطاوين، يعني دي نافذه كبيره جدا انا اعرف في تونس وبتوصل لكل الجماهير في تونس. يعني انا يسعدني اكون دايما معاك وببلغك كل اكتر ان شاء الله، وديما كل ما فما حاجه جديده تسمعوها ان شاء الله حصريا عبر موجة اذاعه تطاوين للنجم المصري العربي احمد سعد باذن الله. ان شاء الله مزيد من التوفيق، ان شاء الله باش ننتظروا ايضا جديد الفترات الجايه. احنا معاك وقلبا وقالبا معاك يا احمد. ايضا تحيه لجمهورك اللي هو الدعم الرئيسي والاساسي لاحمد. تحيه ايضا للشركه الراعيه لاحمد، للناس اللي وقفت معاك، الملحنين موزعين شعراء، للفنانين زاد اللي تعاملت معاهم. ان شاء الله ديما منور، وان شاء الله اول زياره لك المره الجايه لتونس نجوك للمطار ونستقبلوك باذن الله. ان شاء الله حبيبي، متشكر جدا وتشرفت بملقائك. شكرا وشكرا على قبول الدعوه اللي لمعنا. شكرا يا احمد. شكرا. نورتني. شكرا. النجم أحمد سعد الليلة في لما على فهم.